زي ما اتكلمنا معاكم في بداية حلقتنا النهاردة عن دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم القادرون باختلاف واللي نتج عنه أبطال رياضيين ومواهب فنية وعقول مبدعة من ذوي الهمم. مين ينسى المؤتمر الوطني السابع للشباب وهديل ماجد صاحبة الموهبة الغنائية اللي قدمت أغنية بصوتها الجميل قدام سيادة الرئيس. احنا معانا دلوقتي كمان أستاذة فجر كمان والدة طبعا هند علي هاني عفوا. خلينا نصبح عليها. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. يعني الحقيقه يمكن شعور كان مختلف لما علي اتكلم امام سياده الرئيس وحكى عن امنيته واتكلم قدامه، كان في منتهى الحقيقه الثقه. عايز اعرف منك شعور علي لما اتكلم امام سياده الرئيس وايه اللي حصل وايه اللي اتغير بعدها؟ حقيقة حضرتك هو أنا علي بيحب الرئيس جدا، لأنه إحنا كنا في الظلام وربنا بعت لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع ولادنا بالنور، لأن إحنا كنا متداريين خالص مهمشين. الرئيس عبد الفتاح السيسي الله يبارك له الله يبارك له كمان مرة، يعني جبر بخاطرنا في ولادنا. دلوقتي بنقدر نخش مكان في أي مكان بيهم، عمل لنا حقوق ما كانتش موجودة نهائيا، عمل لنا أماكن ما كانتش موجودة لنا نهائيا. فعلا يعني قدر ولادنا وحسسنا ان هم حاجه موجوده ليهم مكان في المجتمع. وابني كان في منتهى السعاده وهو بيكلمه، ويمكن كل سنه بقى له 3 سنين بيعمل معاه حوار في حفل قدرون باختلاف. دي بتغير معاه تغيير كبير جدا، بيقعد السنه كلها ويمكن الاقيه اخش الاقيه ماسك التليفون بيتفرج عليها مره واثنين وثلاثه من حبه ليه، لانه فعلا الله يكبر بخاطره جبر بخاطر ولادنا كلهم. نعم. طيب يمكن لكل المتابعين علي هو بطل مصر في البلياردو وألعاب القوة كمان، عاوزين نعرف ازاي كان لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي محفز لعلي، وازاي قدر اللي هو يبني يعني ويطور اكتر ويكون في عملية تحدي لنفسه اللي هو ينجز اكتر من يعني البطولات تحديدا بعد لقاء السيد الرئيس. هو حقيقي علي يعني بيحب الرياضة بيحبها جدا، بس بعد ما سيادة الرئيس الله يبارك له فتح لنا مكان في مركز شباب الجزيرة خاص القدرات الخاصة، ده اداله حافز أكتر إن هو يتعلم بدل نوع واحد من الرياضة بقى يتعامل مع رياضتين، وجاب فيها ميداليات كتير جدا، يعني عدى 60 ميدالية ذهب وفضة، وبعدين تحفيز ان هو عاملهم زيهم زي النورمال، مفيش مشكله بين دول وبين دول، نفس التعامل في الميداليات، فاداله حافز اكتر واكتر ان هو بقى يجيب ميداليات ويتوسع في رياضته اكتر من مكان. والحمد لله دلوقتي بقينا عالميين في لعبه الالعاب القوه، ان شاء الله مرشحين منتخب مصر ان شاء الله ربنا ييسر ونسافر. وفي لعبه تانية برضو جميله فيها جدا بيحبها قوي قوي قوي. طيب عايز اعرف من حضرتك يا فندم يعني رؤيتك شايفه وضع ذوي الهمم دلوقتي ازاي؟ لا وضع ذوي الهمم دلوقتي بيختلف تماما عن زمان. احنا كنا زمان بنتدرب اولادنا، يعني ما نقدرش ناخدهم في اماكن عامه. دلوقتي بمشي بابني، مش يعني اي حد بيتعامل معاه بمنتهى الحب، اخش اي مكان ما فيش حاجه اسمها مثلا دور بالمكان احنا داخلينه في بنك، لا احنا الكارنيه بتاع الولد ويخش اول واحد في اي مكان عام في مستشفى في اي مكان، يعني على طول لازم نكون احنا اول ما يكون ما فيش حاجه اسمها دور او طابور، يعني رايحين نعمل في الباسبور يدخلونا الضابط نفسه يطلع ياخده ويدخله قبل الناس اللي موجوده كلهم، ما بناخدش في المكان حاجه، يعني بيعملوا له عمل لهم فعلا مكاننا في المجتمع عاليه جدا ما كانتش موجوده تماما. الحمد لله دلوقتي احنا في اعلى مستوى المكانه دي. الحمد لله. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر السيده فجر كمال والده البطل بطل مصر علي هاني في البلياردو والعاب القوه من ذوي الهمم.